السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنكمل مع بعض يونت 2 إن شاء الله، أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. نبدأ مع بعض. نمشي فين معايا؟ درسنا النهاردة بتكلم عن بار مودلز. يعني إيه بار مودلز؟ تعالوا كده مع بعض، شايفين البيدج اللي قدامكم دي؟ تعالوا سيبوها، والبيدج دي كمان تعالوا في الجزء الفاضي ده هنشرح فيه. أول حاجة يعني إيه بار مودل؟ شايفين معايا؟ تمام، التيبل الصغير اللي انا برسمه ده اسمه بار موديل. تمام، انا بقسمه الى 3 بارتس، لتلات اجزاء. عندنا في الجزء الكبير ده، وده عندنا جزئين صغيرين. الكبير ده اسمه ايه؟ اسمه عندنا هول، والصغير ده اسمه عندنا بارت، وده عندنا اسمه ايه؟ اسمه عندنا بارت. تمام، يبقى عندنا الكبير اللي فوق ده عندنا هول يعني صحيح، وده عندنا بارت، وده عندنا بارت. تمام، يجيني في الامتحان يجيب لي هنا عندنا نمبر، تمام، ويجيب عندي نمبر هنا ويطلب مني ان هو عاوز ده. يبقى انا ساعتها هعمل ايه؟ طالما هو عاوز واحد من البارتس اللي هنا بشتغل واعمل ماينس، بقول عندنا ده ماينس ده، تمام، هيديني ده. عاوز ده هقول له ده ماينس ده هيديني ده. طب يا ميس هو عاوز اللي فوق، طالما هو عاوز اللي فوق يبقى هقول له ده وده، هعمل لهم هما الاثنين بلس. تمام، يبقى تعالوا هنا، هو عاوز الهول، عاوز اللي فوق، يبقى هقول له ايه؟ بارت بلس عندنا بارت. تمام، هو عاوز بارت، هو عاوز بارت، هقول له هول ماينس عندنا بارت، اي بارت من دول، الهول ماينس بارت. تمام، هو ده درسنا. طيب ازاي يا مس؟ يعني زي مثلا عندنا ايه؟ عندنا مثلا زي الاكزامبل اللي فوق ده، ناخد هنا كده اكزامبل على الكلام اللي انا بقوله ده. هنا عندنا كده ده البار موديل بتاعنا، اسمه ايه؟ اسمه بار موديل. تمام، عندنا هنا من فوق مثلا هيديني رمز، هيديني مثلا عندنا اكس، ممكن يديني بي، يديني دي، يديني عندنا ان، يديني اي ليدر، اي حرف يدهوني يحطه هنا، يحطه هنا، يحطه هنا. بعد كده جايب لي مثلا هنا عندنا 7، وجايب لي مثلا هنا عندنا 8. تمام، هو عاوز مين؟ هو بيقول لك عاوز اكس، يبقى انا هقول له اكس ايكوالز. دي بتمثل لي ايه؟ اكس دي بتمثل لي يا مس هول. يبقى عندي علشان اجيب الهول بقول ايه؟ بقول بارت بلس بارت، يبقى عندنا 7 بلس عندنا الايه؟ ايكوالز عندنا كام؟ عندنا 15. يبقى عندنا هقول له ان اكس ايكوالز 15. تمام، يبقى هي دي عندنا المساله بتاعتي. شفتوا معايا سهله وبسيطه ازاي؟ يبقى عارفين دي اسمها ايه؟ دي اسمها اكويجن. اكويجن يعني ايه؟ اكويجن معناها معادله، معناها ايه؟ معادله. تمام، هو ده درسنا النهاردة، درس سهل وبسيط زي ما قلت، مفيش اي حاجة. تعالوا مع بعض كده نشوف الاسئلة. Find the value of each variable in the following part part whole tables. هي الخاصية اللي بنشتغل عليها دي اسمها part part whole. هنا عندنا التابل بتاعي هو عاوز اللي فوق، شايفين معايا؟ طبعا هو جايب عندنا part وجايب part، عاوز الهول. هنجيبه ازاي؟ طبعا هنا عندنا المكان صغير خالص، فانا هحل عندي هنا في الورق. تمام، ده ان اكس ايكوالز عندي النمبر ده بلس ده، يبقى انا هقول له كده عندي 3، وهكتب الفور، واحط عندنا كده الكاما 7 5، وعندنا 0 هقول له بلس، عندنا 19 احط الكاما 0، وعندنا 5 1، يبقى عندنا اكس ايكوالز ايه؟ هعمل طبعا عمليه اديشن عاديه خالص، طبعا اكيد كلنا عارفين بنعمل ازاي اديشن. هقول له 1 بلس عندنا 0، 1 بلس 0 عندنا 1، 5 بلس 5 عندنا 10، هعمل up 1 بلس 0 1 عندنا بلس 7 عندنا 8، هعمل كده عندنا الكومة بتاعتي وهقول 9 بلس 4 عندنا 13، هعمل up بال 1 بلس 1 2 بلس 3 عندنا 5، يبقى عندنا x equals كام؟ عندنا اللي هو النمبر ده اللي قدامكم. تمام؟ تعالوا كده نحل كمان واحدة. هو عاوز بارت، مدينا هول ومدينا بارت، فهو عاوز بارت. قلنا عاوز بارت يبقى هقول ده ماينس ده. تعالوا نبدأ نكتب المسألة. يبقى هقول له كده ان A equals
تمام، هقول له عندي الرقم اللي فوق تمام اللي هو ده عندنا، هقول له ماينس، عندنا ماينس مين اللي هو الرقم ده، هكتب كده عندنا الرقم التاني، هبدأ اني انا احل 4 ماينس 5 طبعا ما ينفعش، هستلف عندنا من مين، هستلف من اللي جنبها هتبقى 0، والفور هتبقى عندنا 14 ماينس 5 عندنا 9، وبعد كده الزيرو طبعا ماينس 2 ما ينفعش هتبقى 10، والفايف اللي جنبها هاخد منها 1 هتبقى 4، 10 ماينس 2 عندنا 8، والفور ماينس 1 عندنا 3، هحط عندنا الكاما واقول 8 ماينس 9 ما ينفعش هتكون عندي 18، و7 هتبقى عندنا 6، 10 ماينس 8 عندنا 10 ماينس 9 سوري عندنا 9، وعندنا 6 ماينس 2 عندنا 4، يبقى عندنا المعادله كام؟ A equals الرقم ده. في معايا مسائل سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. طيب تعالوا كده نرجع للكتاب بتاعنا ونحل فيه. بيقول m ماينس 4، هو عاوزنا نحط الاجزاء دي نحطها هنا تمام، المساله بتاعتي دي ماينس، يبقى معنى كده عندنا الام دي هي اللي بتمثل لي هول، والفور دي عندنا بارت، وعندنا ال11 دي بارت مسالتي تمام. فانا دلوقتي عاوزه اجيب اللي فوق، يبقى هقول عندنا 4 بلس 11 عندنا 50. واحده كمان مسالتنا هنا عندنا ماينس، يبقى على طول عندنا اللي قبل علامه الماينس هو اللي بيكون فوق اللي هو الهول، وبعد كده عندنا الار طبعا مش لازم هتكون هنا او هنا مش هتفرق كتير، وعندنا حط ال 12 هنا. طالما مسالتي ماينس يبقى الكبير اللي هو بيكون قبل علامه الماينس هو اللي بيكون فوق، وبعد كده الاثنين التانيين بحطهم في اي مكان مش هتفرق. دلوقتي انا عاوزه اجيب الار، هقول له عندنا عشان اجيب الار هقول ده ماينس ده يعني 24، هقول له ماينس ال 12 ايكوالز 4 ماينس 2 2، وعندنا 2 ماينس 1 عندنا 1، يبقى عندنا كامل r، ال r equals 12. طيب تعالوا نحل برضو واحده كمان، وطبعا المسائل دي لازم بيجي منها في الامتحان تمام. هنا عندنا المساله بتاعتي شايفين معايا، هنا جايب ال a وجايب ال 9، الشكل ده احنا بنشوفه فين؟ الشكل ده احنا بنشوفه هنا، ال a وال 9 اتنين جنب بعض، طبعا هنا عندنا بينهم بلس لان عندنا الهول هو اللي فوق اللي هو عندنا كام؟ 13 تمام. عاوزين نجيب عندنا ال A، يبقى هقول له 13 ماينس ال 9 دي هيدينا عندنا 4 تمام. تعالوا هنا، هنا عندنا برضو شايفين نفس الشكل الجميل ده، هما الاثنين كده بلس جنب بعض، يبقى عندنا ال 5 وال W هنا، وال 8 عندنا فين؟ ال 8 فوق. عاوزه اجيب ال W، يبقى هقول عندنا ال 8 ماينس 5 عندنا كام؟ 3. فاهميني؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض اللي بعده، جايب نفس الشيء طبعا لكن جايب ارقام اكبر شويه. طيب قلنا اللي قبل علامه الماينس هو اللي بيكون فوق، واحط هنا كده 14000، وعندنا الاثنين التانيين احطهم في اي مكان مش هيفرق احطهم فين. عاوزين نجيب عندنا الحل ال n، هقول له ال n equals ده ماينس ده، ده ماينس ده هيدينا كام؟ عندنا 8000 تمام. طبعا اكيد كلنا عارفين بنعمل ازاي اديشن وبنعمل ازاي سبتراكشن. عاوز هو هنا شايفين معايا اللي قبل علامه الماينس اللي هو البي تمام، اللي هو الهول، فعندنا البي من فوق، وبعد كده الرقمين دول هنزلهم احطهم هنا، احط هنا عندنا كده الرقم ده تمام بالشكل ده، واحط عندنا كمان الرقم اللي بعده احطه هنا. عاوز اللي فوق هقول ده بلس ده هيدينا كام؟ عندنا 0 0، وهنا عندنا 2 كما، وهنا عندنا كده 8، و7 ماينس 5 عندنا 12، يبقى كده عندي 12. متاسفه جدا انا هنا عندي نسيت ال5، وهنا عندي طبعا 2، فبالنسبه لي عندي في المساله بتاعتي هنا في ايه؟ هنا في 7 تمام. تعالوا نبدا نلاحظ، عندنا اللي بيكون هنا فوق هو الهول هو الكبير. طيب هتلاحظوا كده المساله بتاعتي هما الاثنين كده بلس جنب بعض، يبقى عندي هيكونوا فين؟ هيكونوا هنا، احط السي هنا واحط الرقم بتاعي كده، هنقوله كله كامل اللي هو الرقم ده تمام زي ما شايفين معايا بالشكل ده، والرقم اللي فوق ده هحطه هنا تمام، واحط الكاما والزيرو والسفن والفايف. عاوزه اجيب ده، يبقى هقول عندنا ده ماينس ده تمام، هقول الرقم اللي فوق ماينس ده،
تمام، انا هنا هحلها على طول عشان ما فيش مكان، فانا هعمل كده عندي كده وهقول ماينس 5 ماينس 5 عندنا 0، 7 ماينس 2 عندنا 5، 0 ماينس 6 ما ينفعش هتبقى عندنا 10، وهاخد من اللي جنبها تبقى 4، 10 ماينس 6 عندنا 4، احط عندنا الكومن وهنا هقول 4 ماينس 5 ما ينفعش هتبقى عندنا كام، هتبقى 14، 14 ماينس 5 عندنا 9، و 3 دي اصبحت 2، 2 ماينس 2 عندنا 0، و 9 ماينس 7 عندنا كام 2. يبقى عندي الانسر بتاعتي اللي هي دي. نحل السؤال ده. هنا عندنا اول حاجة في ام وعندنا مسألتي ماينس، طيب ماينس المسألة، فبالتالي عندنا النمبر اللي بيكون قبل علامة الماينس، فبالتالي هو ده عندنا هو العدد الكبير، فهيكون عندنا هنا الام. طبعا عندنا الرقمين دول هنحط واحد هنا وهنحط واحد هنا، تمام. طبعا هو عاوز اللي فوق، يبقى انا هقول ده بلس ده، تمام، هيديني الناتج اللي هنا. طيب تعالوا برضو هنا سريعا، هنا عندنا في المسألتين عندنا المسألة بتاعتي بلس، شايفين معايا الشكل ده فين؟ الشكل ده بيكون هنا مس، يبقى احط عندي ال ده واحط عندي النمبر ده احطه هنا، والنمبر ده احطه هنا من فوق. هو عاوز ده، يبقى هقول عندي النمبر اللي فوق ماينس الرقم اللي هو هنا. تعالوا هنا في الجزئية دي، طالما المسألة بتاعتي ماينس، يبقى اللي قبل علامة الماينس هو اللي هيكون فوق. طيب والاتنين دول هحط واحد هنا واحط التاني هنا. طيب هو عاوز دي، يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له الرقم اللي هنا ماينس الرقم اللي هنا هيديني اللي هنا، تمام. طيب مسائل كلها سهلة وبسيطة، بس اهم حاجة نكون بنعرف ان احنا نعمل اديشن ونعرف نعمل سبتراكشن، يعني نعرف نجمع ونطرح بكل سهولة، ودي اهم حاجة عندي في المسائل دي، ان انا اعرف اجمع واطرح بشكل صحيح. طيب عندنا النمبر بتاعي بيقول ماينس اكس ايكوالز، طيب طبعا هنا عندنا هنحل كل واحدة من دول، وبعد كده هنا عندنا هنوصل الاجابة. نحل النمبر بتاعي ماينس اكس ايكوالز، طيب يبقى انا هحلها ازاي؟ هرسم عندنا التشارت بتاعتي، تمام، او بار موديل بتاعنا، هرسمه كده، تمام. عاوز احط اكس، طبعا هنا عندنا اللي قبل الماينس هو اللي بيكون هول، فبالتالي عندنا الرقم ده هو اللي فوق، تمام، بالشكل ده. وعندنا الاكس هحط واحدة هنا، وحط عندنا الرقم بتاعي اللي هو ده احطه عندنا هنا. هو عاوز اكس، يبقى انا هقول له ده ماينس ده، تمام. طيب تعالوا كده نحلها مع بعض، فانا عندي هحلها على هنا علشان عندي المكان ضيق، فانا هقول له 8 ماينس 5 عندنا 3، و4 ماينس 2 عندنا 2، و6 ماينس 6 عندنا طبعا 3 ماينس 3 عندنا برضو 0. طبعا الزيرو لما بيكون ان ذا ليفت طبعا بيكونش ليه اني فاليو، فهنا خلاص عندي المساله بتاعتي 23 اللي هي عندنا ايه اللي هي دي. طيب دي تعالوا، هو عاوز اكس، هو عاوز دي، انا ممكن احلها على طول اقول له ده ماينس ده، لا مش عارفين احنا، طبعا نيجي نعمل كده عندنا البار موديل بتاعنا وهقسمه بالشكل ده. عندنا اكس هنا عندنا الشكل ده، شايفين اكس وعندنا بلس والنمبر بتاعي، يبقى هو على طول من تحت عندنا، تمام، بالشكل ده. واحط عندنا ايه 62 من فوق. هعمل ايه؟ عاوز اللي هنا، يبقى ده ماينس ده، يبقى هقول 62 ماينس 38، يبقى عندنا هقول 2 ماينس 8 ما ينفعش، هقول 12 ماينس 8 عندنا 4، و6 دي اصبحت 5، 5 ماينس 3 عندنا 2، يبقى اللي هي ايه عندنا 24 اللي هي دي. تعالوا هنا، هنا عندنا اكس اللي هي من فوق، طبعا قبل الماينس تبقى عندنا اكس عندنا من فوق، تمام، يبقى احط عندنا اكس من فوق، واحط هنا عندنا ال8 واحط عندي 14، هما الاثنين جنب بعض، وعاوز اكس فوق، يبقى ده بلس ده عندنا كده. عندنا 4 بلس 8 عندنا 12، 1 بلس 1 عندنا 2. طيب تعالوا هنا، عاوز طبعا هنعمل ايه؟ عاوز كده هنعمل البار موديل بتاعنا، شكلها عندي هما الاثنين جنب بعض بلس، يبقى احط هنا واحده واحط هنا عندنا التو والفايف كده والفور، ممكن احط اكس هنا عادي احطها هنا، مش تفرق اكس فين، يعني الرقمين دول مش هيفرق احط مين الاول او احط مين هنا ومين هنا، اهم حاجة ان انا احط اللي فوق صح، تمام. فعندنا هنا فين؟ عندنا طبعا اللي هو الرقم ده هيبقى فوق، تلاتة عندنا، احط تو والسافن والفايف، تمام. هنبدأ نعمل ايه؟ عاوزين ده، يبقى هقول ده ماينس ده هيديني طبعا اللي هو ايه 21 اللي هي اول واحدة، تمام.
طيب تعالوا نحل بعد كده اللي بعده. هنا هو عاوز يعرف قيمة عندنا سي، هنعملها ازاي؟ هو عاوز اللي فوق، يبقى انا هقول له ده بلس ده، 4 بلس 5 عندنا 9، 7 بلس 2 عندنا 9، 2 بلس 4 عندنا 6، هعمل القامة بتاعتي 5 بلس 3 عندنا ايه. طالما هو عايز اللي فوق يبقى انا هعمل زي ما قلنا ايه addition. وطبعا شايفين معايا السؤال ده جه عندنا في محافظة الدقهلية، طبعا شايفين معايا طبعا كل الاسئلة تحت لبعضيها دي كانت موجودة في نماذج الوزارة، شايفين معايا دي كل المحافظات اللي جت فيها الاسئلة دي، لازم يجي سؤال في الامتحان في الجزئية دي. طيب هنا عاوز السي، يبقى هنعمل ايه؟ خلاص احنا فهمنا، هنقول ده ماينس ده، تمام؟ عشان ما اطولش عليكم الفيديو، نفس الشيء هو عاوز سي ده ماينس ده. طب تعالوا كده مع بعض، هقول 0 ماينس 0 0، 2 ماينس 1 1، 6 ماينس 3 عندنا 3، حط القمة، 7 ماينس 4 عندنا كام؟ 3، تمام؟ التحت عاوز اللي فوق يبقى هعمل بلس، هقول 0 بلس 1 1، 0 بلس 0 0، 0 بلس 9 عندنا 9، هحط القمة بتاعتي 1 بلس 9 عندنا 10، تمام؟ نقول هنا ان ذا ايكويشن، يعني في المعادلة دي بيدينا كده عندنا الناتج ذا فاليو اوف جي، هو عاوز هنا عندنا القيمة الرقم ده is equal بيساوي كام. طبعا هما الاثنين عندنا جنب بعض، يعني هما الاثنين بيكون واحد هنا عندنا وواحد هنا، وطبعا ده الكبير بيكون عندنا فوق. هو عاوز اللي هنا 710، تمام؟ هو عاوز الجي دي، يبقى انا هقول له ده ماينس ده، يبقى 0 ماينس 0 0، 3 ماينس 1 عندنا 2، و9 ماينس 7 عندنا برضو 2، يبقى 220. طيب تعالوا هنا عندنا بيقول ايه؟ ان المعادلة دي بيساوي عندنا 300، يبقى عندنا ال A بيساوي كام؟ الامتحان بتيجي الصيغة بالشكل ده، او زي ما قلت كده، او زي ما احنا بنشرحها بداية الفيديو اللي هو التيبل او البار موديل بتاعنا، ونبدأ نحل، تمام؟ طيب تعالوا مع بعض، المعادلة دي بيساوي عندنا 300، يبقى عندنا ال A بيساوي كام؟ هما الاتنين عندنا جنب بعض، يبقى عندنا البار موديل بتاعي هرسمه عندي بالشكل ده، والهول عندنا اللي هو 300، وعندنا حط ال A هنا وال 125 هنا، يبقى هقول له ايه؟ A equals ده، يبقى عندنا كام؟ هيدينا عندنا كام؟ 175. طيب ال H طبعا هي اللي هتكون من فوق، والاتنين دول هيكونوا من تحت، فبالتالي هعمل ايه؟ هقول ده بلس ده، ده بلس ده، هيدينا ايه؟ هيدينا عندنا 5000، هيدينا كام؟ 5000. طبعا دول كلهم بنفس الطريقة، مفيش اي مشكلة فيها. تعالوا نحل المسألة دي، هنا عندنا بيقول ان ده عندنا equals اللي هو 1 مليون، طب هنحلها ازاي يا مس؟ طبعا هي معناها ان هنا عندنا مثلا في عندنا هنا ليدر بي سي ايا كان ايه، هرسم برضو البار موديل. حد يقول يا مس طب انا مش عاوز ارسم البار موديل، انا عاوز احل، يبقى انا ممكن على طول اقول له ده ماينس ده، هيديني الناتج اللي هنا، تمام؟ هيديني كام الناتج؟ هيديني الناتج اللي هو ده، تمام؟ زي ما قلت اهم حاجة ان انا اكون اعرف ان انا اجمع كويس واطرح كويس. تعال نشوف اللي بعده، يجي مسائل في الامتحان على الستوري بروبلمز، المسائل الكلامية. ستوري بروبلمز معناها مسائل كلامية. بيقول مستر مصطفى has written، مستر مصطفى كتب، بيقول عندنا كام pages؟ 157 pages of a book، صفحة من الكتاب. he wants the book، هو عاوز ان الكتاب to have about، ان الكتاب يكون فيه قد ايه؟ 550 pages، هو عايز ان الكتاب يكون فيه 550 صفحة. يبقى how many more pages does he need to write؟ كم يزيد عدد الصفحات اللي هو محتاجها؟ يبقى هو عاوزهم كلهم يكونوا قد ايه؟ 550. يبقى معنى كده من كلامه ان ال 550 دي هي هول، هي ايه؟ هي هول، هي العدد الكبير، او هي عندنا الناتج اللي هو عاوزه، والناتج قلنا احنا هو اللي بنكتبه فوق، تمام؟ خلاص المسألة بتاعتي طالما عرفت اللي فوق عندي، يبقى هاخد عندي الرقم اللي هنا اللي معايا في المسألة، وعندي هقول له طبعا هو عاوز اكس. يبقى عندنا equation المعادلة بتاعتي هكتبها، هاخد دي اقول له 157 plus عندنا ال x equals عندنا كام؟ 550. لما نيجي نحلها هو عاوز دي، يبقى انا هقول له دي minus دي، هقول له 550 minus 157،
equals طبعا هقول 0 minus 7 ما ينفعش، هستلف من اللي جنبها هتبقى 4 و 0 هتبقى 10. minus 7 عندنا 3 و 4 minus 5 ما تنفعش تبقى 14 وال 5 هتبقى 4. 14 minus 5 عندنا 9 و 4 minus 1 عندنا 393، هقول له pages يعني صفحة تمام او من الصفحات. طيب تعالوا كده مع بعض، بيقول the number of boys and girls عدد الاولاد والبنات في السكول في المدرسة قد ايه. if the number of boys لو عدد الاولاد in this school في هذه المدرسة 1234. what is the number of girls بيقول in this school عاوز هو عدد البنات في المدرسة، يبقى هو عدد الولاد والبنات اللي في المدرسة عندنا ده كله، يبقى ده بيمثل لي ايه whole. برافو، يبقى عندنا حط 2 3 وعندنا 40، وعدد بس الولاد عندنا البويز عندنا كام 1234، وهو عاوز الجيرلز. عندي الرقم بتاعي فوق وده طبعا عندنا تحت، انا ممكن اقول equation هقول له عندي ده بلس ده equals ده، يعني هقول له عندي كده 1234 هقول له بلس الx equals عندنا 2300 عندنا 40 تمام. هو عاوز اللي هنا يبقى ده ماينس ده، ده ماينس ده، يبقى 2340 هقول له ماينس 1234. 0 ماينس 4 طبعا ما ينفعش، هستلف على طول من اللي جنبها تبقى 3 وهي 10. 10 minus 4 عندنا 6، 3 minus 3 عندنا 0، وعندنا 3 minus 2 1، هعمل عندنا الكوم اب، و2 minus 1 عندنا 1، هقول له ايه طبعا عندنا كام عندنا girls تمام. هو ده عندنا الx equals الرقم ده تمام. تعالوا واحده كمان، there are في عندنا 12000 species of ants. of these يعني هما لو في عندنا كام فصيلة من النمل، وبيقول يعني لو في عدد قد ايه من الفصائل من النمل، وبيقول لك عندنا 2500 بيقول ان هما عايشين في افريقيا، وبيقول the rest الباقي بيعيش في other parts يعني في اجزاء تانية من العالم، كما عدد بيقول لك يعني الفصائل اللي هي مش عايشة في افريقيا. يبقى هي الفصائل كلها كام عندنا 12000، طالما دي كلها الهول يبقى هكتب كده هنا 12000، وطبعا هكتب واحدة هنا وعندنا التانية احطها هنا تمام. وطبعا بنفس الطريقة اللي انا حليت بيها فوق هبدأ احل دي. طب تعالوا هنا، there are في كام عندنا عدد من الانس in the colony في المستعمرة. in the colony في المستعمرة فيها قد ايه من الانس، بيقول ان هم females ان هم انثى، والباقي بيقول ان هم males، يبقى عدد كل النمل كام طبعا ده عندي هول تمام، يبقى احطها هنا. والفيميل كام عندنا بالشكل ده، وهو عاوز ايه عاوز الميل، يبقى انا هقول ده ماينس ده وهحل برضو بنفس الطريقه. ان كولوني اي في المستعمره اي بيقول ذير ار بيكون عندنا قد ايه من النمل. سام اند اوت فور جين فور فود يعني بعض من النمل خرج علشان الطعام، اند سبلاينز والمؤن يعني، وفي عندي 700 انس. يبقى احنا اول حاجة عندنا ايه علشان بس ما نطولش في القراءة، عندنا كل عدد النمل كام عندنا 1200، يبقى عطول عندنا التانية حطها هنا، هنا او هنا مش هتفرق تمام، اهم حاجة بس اجيب ايه الرقم اللي فوق يكون صح. طيب عندنا بعد كده هبدأ طبعا عاوز اللي تحت، يبقى ده ماينس ده وهبدأ اجيب عندي الاجابة. طيب تعالوا هنا ايه عاوزنا نحل الايكويشن بتاعتنا باستخدام البار موديل. هنا جايب L وهنا جايب L، يبقى هنا عندنا الاتنين هما الاتنين بلس، يعني عندنا L هنا و L هنا، وال A طبعا هي الانسر او الهول هتبقى فوق. عاوز الحل علشان اجيب اللي تحت، احنا عارفين ان اللي فوق equals عندنا مجموع الاتنين، يعني هقول L plus L عندنا بيساوي 8. طيب ايه عندي النمبر اللي انا هجيبه لو عملت لهم هما الاتنين اديشن، وطبعا الرقمين هيكونوا نفس الرقم وفي الاخر هيدينا 8. طبعا اكيد عندنا 4 plus 4 هيدينا 8، يبقى عندنا L equals 4. طيب تعالوا هنا بعد كده نحل الاسئلة دي. هنا عندنا بيقول F عندنا 24 بتساوي X minus 8، يبقى عندنا X بتساوي كام؟ هنا مسألتي ايه؟ هنا مسألتي ماينس، يبقى على طول اول ما اشوف عندي المسألة بتاعتي ماينس هو هنا قلبها،
يبقى انا على طول اول ما اشوف عندي مسألتي ماينس يبقى على طول العلامة او الرقم اللي قبل الماينس هو ده بيكون the biggest، وطالما هو the biggest يعني هو اكبر من ده وده، يبقى مسألتي هتكون قديش. مش عارف الكلام اللي انا قلته ده، ممكن ترسم عندنا البار موديل وتبدأ تحله زي ما انا شرحت من البداية. تمام، انا حلها على طول هقول 24 plus 8 عندنا 32. تمام، لازم نشغل دماغنا كده ونبدأ نفكر what is the value of x، عاوز قيمة x. تمام، على طول احنا عارفين ان النمبر ده plus النمبر ده هيدينا ده، صح؟ فتعالوا ممكن نقول ايه، نعملها subtraction، نعملها minus. هقول 7 minus 5 عندنا 2، 3 minus 2 عندنا 1، يبقى الإجابة عندنا ايه 12. مش عارف، ارسم البار موديل وحل، مفيش اي مشكلة خالص. تعالوا نحل تحتها على طول. هنا عندنا شايفين الاس هنا من قدام، يبقى انا هعمل ايه، طبعا دي قبل الماينس يبقى احولها على طول ل اديشن او بلس. هقول ده بلس ده هيدينا طبعا سي، لو جمعناهم 1 بلس 2 عندنا 3، وهنبدا كده ايه نحل. تمام، عندنا المسألة بتاعتي هنا شايفين معايا طبعا دي بلس، هو عاوز اللي هنا، لو انا قلت ان ده ماينس ده هيدينا ايه، يبقى هقول عندي ده ماينس ده، ده ماينس ده برضو زي ما قلت مش عارف ارسم، مفيش اي مشكلة، طار عندي بي. تمام، طيب السؤال اللي بعده عندنا عاوز واي. طيب عندنا شايفين الرقم بتاعي ده هو اللي قبل العلامة، يبقى عندنا هقول ده ماينس ده هيدينا ده. تمام، مرة تانية هقول ده ماينس ده هيدينا ده. طيب عندي فين الاجابة، عندي هختار عندي A. تمام، هنطرحهم من بعض وهيديني الإجابة دي. There are 30,000 ants in the colony. في 30,000 نملة في المستعمرة. في colony عندنا في مستعمرة فيها قد كده من الفيمالز الأنثى، والباقي عندنا ذكور، يبقى عندنا الهول نمبر اللي هو ده. يبقى أنا ما أجي أرسم البار موديل بتاعي أو أجي أعمل الإيكويشن بتاعتي، فده عندنا الهول نمبر، يعني هو ده اللي هحطه كده من فوق. تمام، هرسم كده البار موديل برضو علشان ما نتلخبطش. تمام، عندنا هنا مثلا A. تمام، وعندنا النمبر التاني بتاعي، وبعدين هو عاوز دي، يبقى انا هقول له ده ماينس ده، ده ماينس ده، هيدي عندي الناتج اللي هو ايه ده. تمام، سارة معاها قد ايه، هي اشترت بيقول she bought a car for، يبقى عندنا ده التوتال او ده عندنا الهول اللي هيكون من فوق، وعلى جنب عندنا هيكون في الرقم ده بوزن ده ريمايندر، الباقي عندنا كامل اللي معاها، هقول له ده ماينس ده، يبقى عندنا ده ماينس ده هيدينا عندي الناتج ده، يبقى هقول ده ماينس الرقم ده هيدينا ده. طيب اللي بعده، هاني هاز 21 باوندز، هاني معاه 21 جنيه. هي جيف هيز فريند ا لوت اوف باوندز، هو اعطى صديقه الكثير من النقود. and he had 15 pounds، وبيقول ان هو معاه 15 جنيه left متبقية. بيقول هنا let's see represent، يعني see بتمثل لي كمية الباونز الجنيهات اللي مع صديقه، عاوز هنا الايكويشن المعادلة. يبقى عندنا هاني معاه كام، معاه 20 pound، وبيقول ان صديقه قد ايه، عندنا 15، يبقى هرسم كده عندي البار موديل بتاعي واحط عندي كده البارت، عندنا سي وهو صرف عندنا 15، يبقى المعادلة بتاعتي هقول له 21 ماينس السي، هقول له ايكوالز 15. تمام، فين عندنا اللي هي بي. تمام، بعد كده تعالوا نشوف مع بعض اخر سؤال معايا، بيقول ان ا برايمري سكول عدد البويز قد ايه والجيرلز قد ايه، از ذا نمبر اوف اول، عاوز هنا بيقول ان البي دي، طب البي دي بتمثل لي عددهم هما الاثنين، طالما بتمثل لي عددهم هما الاثنين يبقى كده انا عرفت ان البي دي هتكون من فين، البي هتكون من فوق، ومن تحت هحط عندي التو نمبرز دول، يبقى انا هختار ايه، طبعا عندنا هنا 680 وعندنا هنا 800، فبالتالي انا هختار. تمام، وبكده يكون خلص درسنا النهاردة، اتمنى اكون ده استفدتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة. Thanks for watching.